معالي وزير الخارجية أستاذ سفير سامح شكري وأعضاء اللجنة العربية الإسلامية، بيلتقوا وزير خارجية أسبانيا. طب إيه اللي هيحصل؟ شكل التباحث والنقاش، إحنا عارفين أنه رئيس الوزراء الإسباني كان عنده تصريحات رائعة جدا واتقالت من القاهرة واتقالت من عند معبر رفح وما إلى ذلك. خلينا نحاول نفهم أكتر من دكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية. أهلا بيك يا دكتور طارق. أهلا سيادة النائب. أهلا أستاذ يوسف. إزاي الحياة؟ كله تمام؟ يعني يمكن بنتكلم على اللقاء مع وزير الخارجية الأسباني، ما بين وزير الخارجية الأسباني وما بين سيادة السفير سامح شكري وزير الخارجية المصري، وما قد يدور على طاولة الحديث فيما بينهم. هو بالتأكيد طبعا كما تعلم حضرتك التحرك المصري أخذ مسارات متعددة، جزء منها تجاه الولايات المتحدة وجزء منها تجاه طرفي المعادلة، وفي جزء ثالث طبعا مرتبط بالاتحاد الأوروبي، وأسبانيا هي من ترأس طبعا الاتحاد الأوروبي، وبعديها هيبقى في بلجيكا، فلابد أن يكون هناك تنسيق وحوار مفتوح حول مقاربات سياسية واقتصادية، وجزء منها متعلق بمسعى مصر لإعادة تقديم القضية الفلسطينية للواجهة الدولية، والتأكيد طبعا على مقاربة حل الدولتين. ربما أسبانيا كما تعلم بدأنا صيغة مدريد كما تعلم من سنوات طويلة في مطلع التسعينات، ولأسبانيا دلالات مهمة لأنها كانت استقبلت لقاءات مدريد، وهي اللقاءات التي عقدت أول مرة في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، العرب وإسرائيل حاضرين، وبالتالي الأسبان لهم تاريخ طويل معنا في هذا الإطار سواء على المستوى العربي أو على المستوى الفلسطيني. بطبيعة الحال التحرك الأوروبي تجاه مصر وأيضا تحرك مصر تجاه نافذة الاتحاد الأوروبي يجب أن يؤخذ في الاعتبار، وله دلالات وأهمية كبيرة في هذا التوقيت، لأنه القاهرة خلال الفترة الأخيرة خلال 10 أيام الماضية كانت بوصلة الاتجاه لأغلب الدول الأوروبية التي جاءت إلى مصر، والنقاش مفتوح على ملفات معينة، ملفات جزء منها سياسي وجزء منها اقتصادي وجزء منها صور الدعم المطلوبة وأعمال المساعدات وغيره، لكن الأوروبيين يسجلون حضورا للأمانة في المشهد صورة كبيرة. أتصور سيادة النائب أنها ستتجاوز الموقف الأوروبي التقليدي، بمعنى أنه الأوروبيين دائما ما يمضوا وراء الولايات المتحدة، والإشكالية من يؤثر على من وهل يكون هناك استقلالية أم لا. طبعا فرنسا كما تعلم كان سبق أنها عقدت مؤتمر سلام الشرق الأوسط اللي خربته الولايات المتحدة وأعاقت تنفيذ جنوده، وإسرائيل أيضا دخلت على الخط في هذا الإطار. أعتقد التحرك المصري مهم للغاية، لأنه كما تعلم وزيرنا سامح شكري كان في مع الوفد العربي الإسلامي وزاروا الصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا، في تحركات مهمة مدروسة في هذا التوقيت للاستثمار في حالة الزخم للاهتمام بالقضية الفلسطينية. يعني احنا بنتحرك في مسارات متعددة جزئي وكلي، جزئي اللي هي حضرتك بتشوفوا أعمال الإغاثة والمساعدات وإدخال المساعدات للأسماء في قطاع غزة، لكن العموميات هي الأهم الآن حضرتك، الرؤية والمقاربة الشاملة اللي بتطرحها مصر بهدف تحميل المجتمع الدولي جزء من مسؤولية ما يجري، بمعنى أنه بدون حل القضية الفلسطينية سيادة النائب لن يهدأ الإقليم ولن يستقر الإقليم بصورة أو بأخرى، المصالح طبعا للدول الكبرى ستتضرر.